نتكلمنا عن الفروقات بين النهمة في دول الخليج، بنحصل أن هناك في فرق، وكل دولة لها إيقاعها ولها نهمات الخاصة بها. مثلا البحرين عندنا الدواري إيقاعها يختلف عن مثلا الدواري في دولة الكويت، وعندنا مثلا المخموس عندنا في البحرين، بس مثلا في الكويت ما يطقون المخموس، عندهم السنقني. السنقني كان عندنا في البحرين بس يخلف عن الكويت. مثلا قطر، دولة قطر نفس الشيء، في عندها مثلا نهمات تختلف عن البحرين. والسعودية تقريبا متقاربة من البحرين، خلينا نقول الغرب المنطقة من الشرقية من دارين، بيكون هي الفن اليمال، خلينا نقول احنا الخطفة والنتاري، وذي أجرب لأنها كانت هي قريبة من البحرين وكانوا يمرون عليها البحرين. فأقرب خلينا نقول فن من فنون هالبحرين بيكونون هالسعودية وهالقطر نفس الشيء، بس باقي الدول تختلف في الإيقاع، يختلفون باللحن ويختلفون في بعض الكلام اللي ينقال.